السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اليوم حننهي الشابتر رقم 10. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Dynamics of Rigid Bodies. طيب خلال المحاضرة السادسة والأخيرة من الشابتر العاشر هذا حنشوف يعني مثال بسيط. المثال هذا حنشرح فيه أكثر قانون Conservation of Energy. طيب يتمثل البروبلم هذا أنه عنا في ذراع الطول متاعه L، طبعا حينزل الذراع إلى تحت، لكن الذراع هذا حينزل يعني بسرعة، يعني في البداية حتكون صفر، يعني الفيلوسيتي في البداية V1 حتكون زيرو. الذراع هذا الطول متاعه L، الماس متاعه M. طبعا لما ينزل طبعا في حركة دورانية، بما أنه في حركة دورانية يعني فيه angular velocity. السؤال عاوزين نعرف قيمة الأوميجا اللي هي angular velocity عند الزاوية تيتا، لأنها الزاوية تيتا هي متغير. النقطة الثانية أنه بيعطينا المستوى هذا هو بيسويه سميه الديتم. يعني إيش الديتم؟ يعني على المستوى هذا هتكون طبعا البوتنشال إنرجي صفر. علشان نجاوب على السؤال هذا نجيب يعني قيمة الأوميجا أتيتا، لازم أعمل القانون متاع الورك أند إنرجي. بالنسبة للقانون متاع الورك إنرجي اللي هو البرنسيبل متاع الكونسرفيشن أوف إنرجي، يعني total energy تساوي constant. يعني إيش؟ يعني T1 plus V1 يساوي T2 plus V2. هنعوض T1 والV1. بالنسبة للT1 تساوي صفر، لأن هي في الأصل T1 تساوي نص الام في V1 square، لكن زي ما قلنا V1 تساوي صفر لأنها السرعة في البداية تساوي صفر. والكابيتال في 1 المقصود بها اللي هي البوتنشال انرجي، زي ما قلنا البوتنشال انرجي لكابيتال في 1 تساوي صفر. ليش؟ لانه لسه الذراع موجود على الديتم، على المحور هذا بيكون فيه البوتنشال انرجي. بالنسبه للتي 2، يعني لما نقول تي 1 تي 2 يعني المقصود بها في الحاله الاولى، والتو يعني الحاله الثانيه يعني بعد الحركه. طيب بالنسبه للتي 2 اللي هي الكاينتيك إنرجي، يعني في نوعين من الحركة، في حركة translation وفي حركة دوران. يعني حتكون نص الام في V2 سكوير، هذه تمثل الكينيتك إنرجي بتاعت حركة المستقيمة، ونص الاي أوميجا 2 سكوير اللي هي بتاعت حركة الدوران. طيب بنعوض قيمة كل شيء، هنا الام هي نفسها. بالنسبة للفيلوسيتي V2، الفيلوسيتي V2 كم تساوي؟ هي تساوي يعني نص الآل في الأوميجا. ليش نص الآل؟ لأنها هذه بتمثل الآر، لأنها الفيلوسيتي دائما بتكون آر في الأوميجا، والآر هي شيء اللي هي نص الذراع، عشان كده نص الآل في الأوميجا بنعوض بها الفي 2. بالنسبة للآي اللي هي المومنت اوف انيرشيا اللي هو بتاع الذراع، اللي هو طبعا شكله شكل مستطيل، يعني بتكون قيمة 1.12 ام آل سكوير. هذه بتكون طبعا معطى، مفروض بتكون معطى. طبعا هذه هي الأوميجا سكوير. لو نجمعهم هذه كل مع بعض بتكون هذه النتيجة متاع التيتو. بالنسبة للبوتنشال انرجي في تو، طبعا الجسم اتحرك المسافة هذه، يعني السنتر متاعه اتحرك المسافة هذه اللي هي معطى، اللي هي نص الآل ساين تيتا. يعني بتكون نص الآل ساين تيتا اللي هي المسافة المقطوعة، نضربها في ال W. ما قلنا انه البوتنشال انرجي يتمثل الورك بتاعت ال W، يعني ال W نضربها في المسافه المقطوعه اللي هي نص ال ساين تيتا، لكن هنا في ساين في ماينس. ليش ماينس؟ لانه الديتم هذا المحور، هذا المحور بتاعه الفوق بيكون بلس وتحت بيكون ماينس، علشان كده هو ماينس. يعني هذه القيمه بتاع البوتنشال انرجي اللي هي البيتو. الحين اصبحوا كلهم معلومين، يعني نقدر نعوض في المعادله هذه قيمة كل واحدة فيها. لما نعوضهم في المعادلة هذه بنتحصل على المعادلة هذه. في المعادلة هذه طبعا بتكون الأوميجا سكوير اللي هي المجهول، على طول بنجيب قيمة الأوميجا والمتغير بتاعها اللي هي الزاوية تيتا. يعني كده نكون جاوبنا على السؤال هذا. طيب نكفي بهذا القدر، إن شاء الله يعني في مناسبة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.